عارفه يا عكاشه مش عارفه، بصمات كتير على ارقام كتير مش عارفه. معلش اول الرقص حنجله يا ست البنات، واحده واحده احنا بنتحسن، واحده واحده مفيش حاجه بتيجي قفش. يا عم بتقول ايه بس واحده واحده؟ ايه ما هي تفتح ما تفتحش يا عكاشه. عارفه انت محتاجه ايه يا انسه؟ ايه؟ محتاجه تريحي اعصابك شويه، هدي دماغك عشان تستوعبك وتنفذ لك اللي انت عايزاه. طول ما انت واخده الحكايه على اعصابك كده مش هنوصل لحاجه. فاكره زميلك اللي كنت بمرنه معاكي زمان؟ اللي كنت متغاظه منه عشان كان دايما سابقك؟ اهو الجدع ده اسرع واحد اتعلم مني فتح الخزن. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان قلبه قاعد وما بيحسب لهاش. اسمعي كلامي واعملي زيه. جربي تضربيها طبانجه شويه هيحصل ايه؟ احنا ورانا حاجه. يلا حاولي تاني. يلا افتكري كويس الفرق ما بين شكل بسمة الصباع وهو بيدوس على الرقم وشكله لو مسح عليه بالغلط او مسح عليه من غير قصد. ماشي يلا سمي الله حاولي تاني. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحمد لله وصلت بالسلامة؟ البركة فيك يا سيف. طب وعمار يا فندم؟ خلينا في موضوعنا يا سيف، انت مش هتخاف عليه أكتر مني. والله يا فندم أنا يعني حاولت معاه كتير بس هو دماغه ناشفة وما بيسمعش. عمار مفيش حاجة هترجعه عن اللي في دماغه، انتوا الاتنين شبه بعض في النقطة دي. الحمد لله إن احنا لحقنا حنان قبل ما يوصلوا لها، وانت في الرحلة دي طمنتني إنك جاهز للمهمة اللي مستنياك بقالها فترة، ما ينفعش تتأخر أكتر من كده. كلمت طارق العمري؟ آه يا فندم حصل، كلمته ووصلت له إن أنا بكح تراب وإن أنا حالتي هنا وحشة جدا، فهو عرض عليا السفر وإن أنا أشتغل معاه في المطعم بتاعه. رد عليه أقول له إنك بتفكر وهتشوف طريقة تروح له إزاي. يا فندم هو وأنا هسافر هناك؟ مش وقته يا سيف، أنا عندي حاجات أهم من كده. شايف الفايلات دي؟ فيها تفاصيل المهمة اللي أنا بجهزك ليها من فترة. عايزك تقعد هنا وما تتحركش غير وانت حافظها زي ظهر ايدك، واستنى مني مكالمة علشان نبقى نقعد واشرح لك كل حاجة. هذه فايلة؟ ايوه نحفظها. في حاجة يا سيد؟ تمام سيادتك اتفضل. فين عكاشة ايه الاخبار؟ اللي ما شاء الله عليها دي بتتقدم بسرعه الصاروخ. طب روح انت ارتاح لك ساعتين على ما اخلص معاه وهبعت لك تاني. حاضر يا فندم. انا اذنك يا انسه دينا، ربنا يقويكي. انا بجد اسفه يا فندم، مع الطلاق ومشيلاك والهم انا مش عارفه ازاي، مش قادره. بتعتذري على ايه بس؟ القصر هو اللي بيعتذر، انت ما قصرتيش في حاجه. تعالي تعالي ما تشاليش نفسك فوق طاقتها، لأن ده لمصلحتك ولا المصلحة المهمة اللي انت رايحها. وانت هناك هترفعي بصمة نزلي وتديها للشباب يعملوا لك بصمة تلزقيها على صباعك. لما تروح الحفلة هترفعي الأرقام السرية زي ما بتعملي مع عكاشة بالظبط. نيجي بقى للمرحلة التانية وهي ترتيب الأرقام دي، وده اللي هنتدرب عليه أنا وانت.
بس نعدي من المرحلة الأولى يا فندم. هنعدي إن شاء الله وتبقي زي الفل. تشربي قهوة؟ أنا عشان بقالي 48 ساعة ما نمتش، فممكن دش بدل القهوة؟ ممكن طبعًا. اتفضلي. شكرًا يا فندم. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.